السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، ترحب بكم معايا في فيديو جديد. ترحب بالناس لاول مره كيكتشفوا القناه بالصدفه، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال ما تنسوش الانضمام للعائله ديالنا وضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب او اشتراك، وما تنسوش انكم تفعلوا زر الجرس هكذا باش توصلكم دائما كل جديد. اليوم رجعت معاكم بكيراتين خطيره البنات في ترطيب الشعر. كيرطب الشعر في ساعته، ما تحتاجيش تبقاي تمشي للصالونات، ما تحتاجيش تخسري فلوسك. كيراتين ترطب الزغبه اللي كتكون ناشفه، الزغبه اللي كتكون مشوكه وكتكون واقفه، الشعر اللي كيكون متدهور. هذه الوصفه كتعطيك ترطيب، ترطيب 100%، كتغير لك الشعر ديالك من خشن ومجعد الى املس وحريري فقط بمكونات من المنزل ديالك. غتحضري ان شاء الله هذه الوصفه، فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا معايا ان شاء الله المكونات وطريقه التحضير، وما تفلتوا حتى شي لقطه لانني غنشارك معكم هذا الكيراتين واعر بزاف وغادي يعجبكم صدقوني الا قلت لكم النتيجه ديالو واعره البنات. غادي نبداو في الوصفه ديالنا، ما تنساونيش كيف العاده حبايبي من اللايكات ديالكم الفيديو هكا باش الفيديو يشوفوا ناس اخرين ان شاء الله. وغادي نبداو الوصفه ديالنا. عندنا المكون الرئيسي في الوصفه هو الزبده، الزبده يعني اي نوعيه ديال الزبده ديال هاد السوبيرات كيف ما كتشوفوا معايا، اي نوعيه. مهم الزبده تكون بدون ملح وتكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكونش في الثلاجه، تكون غير يعني في المطبخ محطوطه. والمهم بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الطول والكثافه ديال شعرك. الا إيه شعرك طويل غضاعف في الكميه، الا إيه شعرك عادي يعني قصير غادي ديري نفس الكميه اللي غادي ندير انا. مفاهمين البنات؟ المهم غنديروا ملعقه كبيره ديال الزبده كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للزبده كتعطي الترطيب البنات، كتعطي الترطيب للشعر، كترطب الشعر، وشي حاجه اللي مجربه مني شخصيا كيف ما سبق لي وذكرتها لكم في بزاف ديال الفيديوهات اللي كتحطيت من قبل. الزبده كترطب البنات، الزغبه اللي كتكون مشوكه وناشفه وكتكون يعني واقفه بزاف، الزبده الحل الوحيد، ستعطيك الترطيب يعني 100%. غادي نزيدوا على الزبده اي زيت البنات، اي زيت عندكم، ماشي بالضروره هاد الزيوت اللي عندي انا. انا استعملت هنا زيت الجزر، كنبغي اي زيت عندي في الدار صراحه كنبغي نستعمله، ما كنبغيش الزيوت يبقاو حتى يعني كيفوت عليهم الوقت وصافي ما كيبقاوش صالحين. اي زيت عندي كنبغي نوظفو. المهم انا غنستعمل هنايا زيت الجزر، اي زيت عندكم غادي تستعملوه في هذه الوصفه، يعني الزيوت كتبقى اختياريه، غير الوصفه ديروها كيف ما هي، لكن الزيوت غديروا داكشي اللي عندكم في الدار. هنا ضفت يعني ثاني زيت اللي هو زيت الحلبه كيف ما كتشوفوا معايا، فهو زوين تيطول الشعر وتيقوي الزغبه. وعندي ثالث زيت هو زيت الجنجلان، كيف ما كتعرفوا ان زيت الجنجلان زوين بزاف للشعر ديالنا ومفيد بزاف، تيحتوي على بزاف ديال الخصائص اللي مرطبه ومفيده للشعر ديالنا. صافي غنخلط الزبده مع هاد الزيوت حتى وكان يعني اندمجوا ونحصل على واحد القوام يعني كريمي نوعا ما، هانتوما كي غتشوفوا معايا ان شاء الله. بالنسبه اللي ما متوفرينش ليها الزيوت ممكن ديري غير زيت الزيتون، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون مع هاد الوصفه او مع الزبده، وغتكتفي غير بزيت الزيتون ماشي مشكل. صافي غنخلطوا الزبده مزيان مع الزيوت هانتوما كي كتشوفوا معايا. فهنا انا خليت لكم يعني الفيديو تقريبا هو هو، يعني بغيتكم هكا باش تشوفوا يعني جميع المراحل خطوه بخطوه باش ان شاء الله تنجح معكم الوصفه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما تخلط لكم الزبده مزيان مع دوك الزيوت، هذه مرحله مهمه هكا باش الوصفه ان شاء الله تعطيكم نتيجه. ما تضيفوش كل شيء في مره واحده، يعني تضيفوا الزيوت للزبده حتى يعني تولي بهذا الشكل يعني بهذا القوام، عاد باش دوزوا تضيفوا المكونات الاخرين ان شاء الله. غادي دابا ندوزو باش نضيفو المكون اللي عندي هنايا هو الياغورت البنات. الياغورت سواء كان طبيعي او لا، مهم ياغورت وصافي، اي نوعيه عندكم غادي نديروها. المهم انا غنستعمل هاد النوعيه هذه المتوفره ليا غنستعملها، ممكن ديرو حتى ياغورت طبيعي ماشي مشكل. بالنسبه للياغورت غنديرو غير النصف ديالو فقط، نديرو غير النصف ديالو. وبالنسبه الى يعني ضعفتوا الكميه ديال المكونات غديروا ياغورت كامل البنات. المهم بهذا الشكل هذا
تقريبا نص ديال الياغورت كيف ما كتشوفوا معايا صافي، وغادي نخلطو مزيان الياغورت مع داك المكونات الاخرين بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو البنات. خلطوا مزيان الوصفة بهذا الشكل، انا متيقنة ان الوصفة غتعطيكم ان شاء الله نتيجة وغادي تشكروني عليها، يعني غتلاحظوا الفرق من الاستعمال الاول، تتبان لك النتيجة، يعني شعرك كيرطاب ما كيبقاش كي كان من قبل، واخا شعرك يكون ناشف بزاف والزغبة عندك ناشفة ومضرة، شعرك كيولي فيه واحد الفوليم والزغبة كتولي مسرحة، يعني كتهبط ما كتبقاش، كتولي الزغبة نازلة صافي. البنات هانتوما كي كتشوفوا معايا دابا راه تخلط ليا يعني الخليط، الوصفة تخلطت ليا مزيان تتولي بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو باش غادي نديرو الخميرة ديال الحلويات البنات او البيكنج باودر، راه زوينة في هذه الوصفة وغادي ان شاء الله تجربوها وانتوما غتحكموا على النتيجة ديالها. بالنسبة للخميرة ديال الحلويات غندير هذه ديال 8 غرامات او 8 الغرامات، غادي نديروها كاملة يعني الساشية كاملة غادي نديروها. بالنسبة للخميرة ديال الحلويات ما تضيفوهاش للخليط، غادي نضيفوها على ديك شوية شوية ديال الماء اللي نقص من الياغورت، او لا ممكن ديروا ماء عادي ماشي مشكل، المهم تقريبا واحد الملعقة كبيرة غنضيفوا ليها هاد الساشية ديال الخميرة ديال الحلويات بهذا الشكل هذا، وكنخلطوها بوحديتها البنات بوحديتها عاد باش غنضيفوها ان شاء الله على الوصفة ديالنا بهذا الشكل هذا. هانتوما كي كتشوفوا معايا الوصفة راه ساهلة في التحضير، راه ما كتاخدش وقت كتير، تقريبا 10 دقائق كتكوني وجدتيها ساهلة مهلة، لكن النتيجة ديالها زوينة زوينة يعني في ترطيب الشعر، الشعر اللي كيكون ناشف وكيكون خشن ومجعد تتعطيه نتيجة زوينة من الاستعمال الاول. صافي تنخلطوا هاد الخميره ديال الحلويات مزيان، هانتوما شوفوا كيفاش ولات كتولي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا صافي، وغادي نضيفوها على الوصفه ديالنا اللي حضرنا من قبل. غير تبعوا البنات هاد المراحل هادو اللي يعني شفتوهم معايا هنا في الفيديو، وان شاء الله غادي الوصفه تعطيكم نتيجه زوينه وغادي غادي تنفعكم، يعني بالنسبه للشعر ديالكم ما غاديش تبقاو تحتاجوا كاع يعني تمشطوا شعركم مثلا بالبلاك ولا بديك المشطه الكهربائيه، ما غتبقاوش تحتاجوا انكم تحرقوا شعركم، يعني كل مره فيما تغسلي شعرك تحرقيه يعني بالبلاك او لا بالسوشوار في الصالون او لا بديك المشطه الكهربائيه، بهذه الوصفه شعرك غيخرج مسرح كانك مشطتيه، يعني تخرج النتيجه زوينه بزاف صافي. هانتوما كي كتشوفوا معايا دابا تنخلطوا الوصفه وصافي كنخلطوها بهذا الشكل هذا حتى كتولي على شكل قوام كريمي بهذا الشكل هذا البنات. بالنسبه لكيفيه استعمال الوصفه ساهله البنات، ساهله بزاف، غادي تطبقوها على الشعر ديالكم كامل خصله بخصله وتسرحوا الشعر ديالكم مزيان بالمشطه صافي، وغادي نجمعوه وغتخليوه ساعه ديال المكانه ساعه ديال المكانه وتغسلوا الشعر ديالكم، وهاد الوصفه ديروها يعني مره في الاسبوع وغادي تشوفوا الشعر ديالكم كيفاش غادي يولي كتعطي نتيجه البنات في الترطيب. وما تحكموش على الوصفه يعني جربوها عاد حكموا عليها لانها كتعطي نتيجه زوينه وجربتها وبغيت نشاركها معكم، اي حاجه كنجربها زوينه يعني كنعيا كنضل كنجرب في الوصفات، يعني كنعيا كل مره كندير تجربه لشي وصفه، كاين وصفات اللي ما تنجحوش من طبيعه الحال ما كنشاركهمش معكم، كنشارك معكم غير ديك الحاجه اللي كتكون زوينه وكتعطي نتيجه وكتعطي مفعول كنتقاسمها معكم على القناه. المهم هذه هي الوصفه ديالنا، كديروها ساعه المكانه وكتغسلوا شعركم، دوموا عليها يعني مره في الاسبوع وان شاء الله غتعجبكم بزاف. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، تنشكركم احبابي على المتابعه، كنشكركم على اللايك ديالكم على الدعم ديالكم، وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده عما قريب مع فيديو جديد. ما تنسوش تخليو لي في التعليقات كيف جاتكم الوصفه ديال اليوم، وشاركوها مع احبابكم مع صحباتكم مع مهم مع اي وحده عندك في الواتساب، شاركي مع هذه الوصفه، ولا بغيتوا تسولوني على شي حاجه مرحبا خليوها لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم على كل التعليقات ديالكم بكل فرح.
لهنا نكون وصلت للنهاية ديال الفيديو. شكرا لكم مرة أخرى على المتابعة. نتلاقاو إن شاء الله مع فيديو جديد مع وصفة جديدة، وفي أمان الله.